برأيك كيف ستكون ملامح العلاقة في الفترة القادمة ما بين الخرطوم وواشنطن؟ أعتقد أن هناك بعض الأمور بدأت بالفعل من قبل السفير السوداني بواشنطن. هو شخصية جيدة ودبلوماسي محنك، وأعتقد أن الولايات المتحدة سوف تقدم أفضل ما لديها للسودان. على أي حال، نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بأنه مضاد لمصالح الولايات المتحدة. نحن نريد الأفضل للسودان، وأنا هنا في واشنطن أسمع الحديث. ليس هناك أي حديث عن دعم للانقلاب سواء في السودان أو في مالي أو في غينيا. وأنا أتوقع، هل أنتم معي؟ نعم، نسمعك باهتمام. أكمل. لا أرى أي ضرر بين الولايات المتحدة ودعمها للسودان. هناك بالتأكيد مشاركة من مختلف الأطراف، ونحاول أن نضمن بأن ذلك سوف يعود بالنفع على العلاقات. والحديث أيضا عن الانقلاب أو الدعم العسكري لم يحدث ذلك بعد. نحن لا نعرف كيف سنصل إلى الوضع أو الموقف الأمريكي بشكل واضح، ولكن أعتقد بأنها الولايات المتحدة تبحث عن طريق للأمام في عبر الانتخابات 2023. ما هي الخطوات الواقعية نحو ذلك؟ هناك بعض الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومة، ليس عن طريق العقوبات. وأنا رسالتي للقادة، أرسلت رسالة في هذا الصباح بينما أنتم تحاولون لمواجهة الانقلاب. نحن ينبغي أن لا ينبغي أن على أي حكومة أن تعاقب الشعب السوداني أو تتخذ أي عقوبات ضد الشعب السوداني خلال هذه الفترة. وأنا أعتقد أن هذا أمر أساسي خلال فترة المضي قدما، ولكن هناك قلق بشأن الطريق للأمام وكيف سيتم صياغته.